قام بقتل 1,000,000 إنسان على الأقل في إيرلندا فقط، وتسبب بقتل مئات الألوف في الدول المجاورة ونزوح أكثر من 1,000,000 إيرلندي، وهو فطر اللفحة المتأخرة فيتوفثورا إنفستنس، الذي يعد من الآفات شديدة الخطورة بسبب سرعة انتشاره، حيث يقضي على مئات الهكتارات في 3 أيام. وبسبب غطرسة الاحتلال الإنجليزي الذي كان يجبي الضرائب بدون رحمة واحتكر الأراضي الزراعية، توجه الإيرلنديين جميعهم لزراعة البطاطس لإنتاجيتها الوفيرة، وبسبب هذا الفطر هلكت جميع الأراضي الزراعية وأصيبت إيرلندا بأكبر المجاعات في التاريخ، وتمت إغاثة من تبقى من الأيرلنديين بالمال وبالغذاء من قبل سلطان الخلافة العثمانية عبد المجيد الأول، رغم الضغوطات الإنجليزية لمنعه ومحاولة نهب أساطيل الغذاء.